برشلونة خسرنا في الماتش الأولاني فرق 8 وكانت هزيمة قاسية وكنا وحشين عشان نكون أمنا كده مع بعض. كنا وحشين، احنا كسبنا جامعة سيدني فرق 600 جون في الأول، ده تمام مفيش مشكلة، يعني شبه ضمننا الحمد لله إن احنا عدينا. أنا شخصيا لم أكن متفائلا قبل مباراة البرونز وقلت بقى مش هتفرج، بس طبعا عمري ما قلبي طاوعني اللي هو أقفل وأفتح وأجري وشغلنا وكده. إيه اللي حصل؟ إيه اللي اتغير ما بين برشلونه الاولاني وبرشلونه الثاني، خاصه ان هم كانوا مركزين جدا؟ انا بقى برجع بقى اتفرج بقى بالليل بمزاج بقى لما نكسب، فقعد اتفرج بالليل كان الماتش هيقع، خلي بالك هو انفعل برضه مع الاهداف وكده. احكي لي شويه. الفرق ان اول ماتش يعني احنا زي ما حضرتك قلت ان احنا مع سيدني كسبنا فرق سكور، كان فرقه الخليج قبلنا كسب فرق 23 جول. نظام البطوله كان غريب شويه، اول مره ان هو بياخدوا اول ثلاث اوائل واحسن وافضل تاني. فاحنا كنا داخلين ماتش برشلونه الثاني واحنا اوريدي عارفين ان كان قبلنا ماتش الخليج كانوا كسبين فريق 23 جول، والزمالك بعدنا كسب فريق 5، فكنا احنا كسبنا فريق تقريبا 34 جول 34 فخلاص احنا كنا تقريبا ضامنين الصعود. كان الدوافع مختلفه، نزلنا ماتش برشلونه كان يعني عشان نخرج لازم نخسر فرق 17، ودي مش هتحصل، مستحيله طبعا. بالظبط ماتش برشلونه على الميداليه البرونزيه كنا ساعتها لسه خسرين من ماجدبورج، ماجدبورج بطل الدوري الالماني، وكنا عاملين معاه ماتش كويس جدا. يعني بعد الماتش فعلا انا كنت محبط جدا، احنا ازاي نخسر يعني حتى لو بنلعب مين، بس يعني الهاندبول في مصر اصبح في حته كويسه جدا، فمش متعودين على الخساره. ف يعني الفريق كله كان محبط، كان لازم نعوض في ماتش، وكان الماتش اللي بعديه على طول برشلونه. نزلنا وقلنا يا جماعه ان احنا محتاجين الميداليه دي اكتر منهم بكتير اكيد، ودوافعنا كانت اكتر. نزلنا حاولنا ان احنا نصحح اخطائنا عن اول ماتش، ان احنا مثلا التيرن اوفرز علينا ما تبقاش كتيره، الدفاعات علينا بقى احسن، نرجع بسرعه. يعني حاولنا نصحح الاخطاء مع الجهاز الفني طبعا، ذاكرناهم كويس افضل طبعا من الماتش الاولاني. لا فيش مقارنه بالظبط، بلس ان احنا طبعا الفرقه برده بتاعتنا في ناس كتيره مش بتلعب على الليفل ده طول السنه. صح. فمع البطوله يعني لو لعبنا ماتش رابع كنا هنبقى احسن من اول ثلاث ماتشات كل ما والله. البطوله بالظبط، لان الريتم ده بيبقى غريب شويه علينا، بس احنا خلاص خدنا الريتم بتاع الماتشات. فهو ده الفرق بس. فالحمد لله ربنا كرمنا والناس كلها كانت مركزه والجهاز الفني كان محضر كويس واحنا كلاعيبه نفذنا والحمد لله قدرنا ان احنا نحضر. دولا كنت خايف من ماتش برشلونه الثاني، خاصه ان ماتش ماجدبورج وصلنا كنا فرق 6 والدنيا حلوه ونغمتها حلوه، ولكن دايما بتبقى العشر دقائق الثمان دقائق الاخيره بتبقى عندنا مشكله. هل فعلا كان عندنا مشكله في الدقائق الاخيره امام ماجدبورج الالماني، وهل ده اللي اداكم دافع في مباراه برشلونه؟ لا احنا ما كانش عندنا مشكله خالص في الماتش عامه. انا شايف الناس يعني لعبت ماتش كويس جدا، جينا بس في الاخر حصل شويه اخطاء، في لعيبه اتشدت، حصل شويه تنشنه، شويه اخطاء من الحكام، الجون بتاعهم الجون بتاعهم عمل جيم في الاخر فاق علينا في الاخر. يعني احنا كنا بنوصل كل هجمه في الاخر، ده سيئة. ما هي كده بالظبط، رزل قوي قوي قوي. نمنع دخوله مصر لا جون جامد جون جامد جدا طبعا، يعني عمل علينا جيم. احنا وصلنا لحد اخر هجمه للجون، بس خلاص بقى في تركيز قل، في البدني وقع، في الناس بدات تتشتت، ضيعنا كمان كام ضربه جزاء وضيعنا كور انفرادات كمان. يعني دي الاخطاء اللي احنا كنا بنبقى عايزين نقللها في الماتشات الكبيره علشان نكسب او نجاري الفرق دي. ده اللي حصل في برشلونه، قدرنا نعالج حاجه زي كده ودخلنا الماتش حاولنا نقلل اخطائنا على قد ما نقدر علشان نقدر نجاري فرقه زي دي.